وقع نواب لبنانيون عريضة كادت أن تطيح بالتحقيق الذي يجريه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، لكن العريضة سقطت بعدما سحب 4 نواب توقيعهم من أصل 26، وهو العدد المطلوب لقبول العريضة، وترفض العريضة محاكمة نواب من البرلمان أمام القضاء في حادث انفجار مرفأ بيروت. رفع الحصانة أحد أكثر القضايا إثارة لاختلاف الآراء حوله مؤخرا. البرلمان اللبناني يرفض حتى الساعة تلبية طلب المحقق العدلي برفع الحصانات، ويقترح التصويت لإنشاء لجنة تحقيق برلمانية. عدد من أعضاء البرلمان وقعوا على عريضة تحصر صلاحية التحقيق مع النواب بمجلس الخاص بهم. فيما خص رئيس الحكومة وفيما خص الوزراء، هناك نص واضح في الدستور اللبناني، إن كان في المادة 70 أم إن كان في المادة 71 أم في المادة 80، يقول هذا الدستور الذي لا يمكن تجاوزه بأن المحاكمة تكون والادعاء والاتهام يكون أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. العريضة التي تحتاج إلى توقيع 26 نائبا سقطت بعد سحب 4 نواب تواقيعهم. اللافت في الأمر أن طلب البرلمان ينص على حصر التحقيق بمحكمة لم يسبق أن نظرت بأي ملف منذ إنشائها. إشكالية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أنه محكمة خاصة نص عليها الدستور، وآلية المحاكمة أمامها شبه مستحيلة، يعني كأنه هذا المجلس ولد ميتا، ولهلأ ما في ولا مرة وصلنا إلى محاكمة أمام هذا المجلس. لا تزال السلطة السياسية في لبنان مترددة لجهة الزج بالمسؤولين انطلاقا من ولايتهم السياسية، ولا يزال البرلمان يرفض رفع الحصانات لكي يستكمل المحقق العدلي ملفه تمهيدا لإصدار قراره الاتهامي. يقف التحقيق في انفجار المرفأ عند مفترق مصري، فيما العين على التحقيق الفرنسي في حال امتنعت السلطة السياسية عن تلبية مطالب المحقق العدلي. أما شعار كشف حقيقة الانفجار فيرفعها الجميع هنا، ولكن كل على طريقته وبما يتماشى مع مصالحه، مع أن شظايا الانفجار طالت لبنان الدولة وأصابت جميع اللبنانيين. جويس الحشخوري، العربي، بيروت. ومن بيروت تبقى معنا مراسلتنا جويس الحاج خوري. جويس، العريضة سقطت لكن تفاعلاتها مستمرة، ما الجديد في المواقف حولها؟ نعم ريما، سقوط هذه العريضة يعيد الملف إلى المحقق العدلي. حتى هذه الساعة ليس هناك أي إطار قانوني آخر يمكن اللجوء إليه لاستكمال التحقيق، ولكن العرقلة أو عرقلة مسار التحقيق الذي يجريها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار مستمرة، إن كان من قبل مجلس النواب التي حتى الساعة يرفض رفع الحصانات ويطالب بالمزيد من المعطيات حول التحقيق لكي يبت في عملية رفع الحصانات أو عدم رفعها، وإن كان من خلال أيضا الاستجابة لطلباته بالسماح بالتحقيق مع مسؤولين أمنيين. رئاسة الحكومة التي وصلها كتاب لإعطاء الإذن بالاستماع إلى المدير العام لأمن الدولة اللواء توني صليبة لم تبت بهذا الطلب. الطلب لا يزال مع الرئيس المستقيل حسان دياب، هو لم يحل حتى إلى رئيس الجمهورية لعدم اختصاصه كون جهاز أمن الدولة تابع عمليا للمجلس الأعلى للدفاع الذي يترأسه رئيس الجمهورية. وزير الداخلية، أذكر أيضا بأنه رفض إعطاء الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. يبقى أن الأمنيين السابقين منهم قائد الجيش موجود خارج البلاد، مدير المخابرات السابق كميل ظاهر يفترض أن يمثل يوم الاثنين المقبل أمام المحقق العدلي، إلا في حال كانت نقابة المحاماة مستمرة في إضرابها. كانت هناك جلسة قبل أسبوع للواء
ظاهر، لكنه أيضا لم يتمكن المحقق العدلي من الاستماع إليه ومن استجوابه كمدعى عليه بسبب غياب محاميه المشارك في الإضراب. إذن التحقيقات حتى هذه الساعة في هذا الشق المتعلق بالأمنيين والسياسيين والقضاة مجمد حتى هذه الساعة. أيضا أذكر بأن مدعي عام التمييز بالإنابة غسان خوري أيضا لم يبت حتى هذه الساعة بطلب المحقق العدلي الاستماع إلى اللواء إبراهيم، علما أنه بعد انقضاء 15 يوما من إحالة الكتاب إلى القاضي خوري يصبح عدم الجواب حكما موافقة على الاستماع إلى اللواء إبراهيم. نعم جويس، شكرا لك جويس الحاج خوري.